أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، والذي يضاهي أرقى الكليات الأكاديمية للعلوم العسكرية في العالم. جاء ذلك في تصريح للشيخ ناصر الصباح نقله بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بمناسبة احتفال الكلية بتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 22، والتي ضمت عددا من ضباط وزارة الداخلية والحرس الوطني إلى جانب ضباط من دول شقيقة وصديقة في الكلية. وقال الشيخ ناصر الصباح إن وجود عدد كبير من الضباط الدارسين من جيوش الدول الشقيقة والصديقة يؤكد رقي مستوى التعليم الأكاديمي الذي وصلت إليه كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان، متمنيا للخريجين كل التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.